ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين ووقفة عن المؤتمر السعودي الدولي للسمع والتخاطب، حيث نظمت الجمعية السعودية لأمراض السمع والتخاطب المؤتمر السعودي الدولي للسمع والتخاطب، والذي يهدف إلى رفع كفاءة المختصين في مجال علاج اضطرابات التواصل والبلع والنهوض بالعجلة العملية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع مع زميلتنا سمر محمود. كانت ورشة العمل مدتها ساعتين، تطرقنا فيها لكيفية إعداد الاختبارات اللغوية من الناحية يعني التطوير وكمان من ناحية التقنين. الهدف طبعا أنه زيادة الوعي في عند المشاركين أنهم يعرفوا كيف يعملوا اختبارات ويطبقوها مع الفئات المستهدفة. يعني اضطرابات التواصل من الاضطرابات اللي المفروض ان احنا نلقي لها الضوء ويزيد تفهمنا لها ويزيد وعينا لها في المجتمع، ومحتاجة الدعم من جميع الفئات في المجتمع من ناحية الدعم المعنوي، تطوير الخدمات من ناحية وجود كوادر كفاية تخدم المجتمع. كانت المشاركة بعنوان إنشاء اختبار الكلمات المجاورة باللغة العربية. هذا اختبار نستخدمه كتقييم للأطفال اللي بيسوين زراعة قوقعة، بس ميزته أنه مش بس باللغة العربية بس برضو باللهجة السعودية، واستخدمنا لهجة أهل الرياض في هذا الاختبار. طبعا كثير اطفال زارعين قوقعة عندنا في المملكة العربية السعودية، بس المشكلة انه ما نقدر نعرف مدى استفادتهم الا عن طريق تقييم ادائهم بعد الزراعة. انصح الاهالي انه خاصة اللي اطفالهم سووا زراعة القوقعة انه يلتزموا بالتأهيل السمعي بعد زراعة القوقعة وبالجلسات هذه، وخاصة طبعا اغلب 80% من التطور اللي يصير مع الطفل او استفادة بعد زراعة القوقعة تكون على الاهل. السلام عليكم ورحمة الله. مشاركتنا كجامعة الملك عبد العزيز، احنا قسم الدبلوم العالي في التربية الخاصة، بندرس مسارات في التربية الخاصة، 6 مسارات عندنا، احدى المسارات هذه الإعاقة السمعية. طبعا في القسم عندنا بنتواكب مع احدث المستجدات في مجال التأهيل للتعليم والتربية. واحدة من هذه المجالات اللفظ المنغم والفيربوتونال، طريقة الفيربوتونال، واحنا مشاركين هنا بهذه الطريقة والتعريف بهذه الطريقة.